جارديان كما نقولوا يعني جايب شي ديجاجيها يا اخي زلق جات كرة كنت حاضر انا الحمد لله جايب بونتو كنت نستنى في عندي برشا انا بونتو باش يفرهدني. ماتشات يتربحوا ما يتلعبوش الحمد لله يا ربي. اليوم ربحنا وكما تعرف هذول اللي نخدموا على ربح خير من اللي نخدموا على خساره. ذي ماتش تنسى هذول من دازال عندنا ماتش سي اس اس نهار الاحد ان شاء الله زين. على ان ان شاء الله نكملوا مقابلتين هذوما وباش نقعدوا ديجا بدينا ان شاء الله في لي كونتاكت نتاعنا. انا لازم بعض اللاعبين باش نعززوا بهم الافكتيف ان شاء الله. انتصار وحيد في الفازلي الكل مازال جورني كهو مازال حاجه جايزه. جازت كيف فيها ستات مزيان عملناها في الوقت هذا عندك 4 بوان منعت لي كونكورون ديريكت معناها ما بعدوش عملوا دو نول معناها ما بقاتش دو بوان ما بيناتنا مازال كل شيء بيدينا نحن قاعدين نوفروا في الانتدابات ربما في الخط الامامي وقع انتداب سيف الدين الجلبي في مرحله اولى في اطار تبادل اللاعبين مع الترجي الرياضي التونسي وربما فما اتصال مع اللاعب علي العابدي اللي على ذمه الترجي الرياضي التونسي لكن اتصلنا معناتها وصلت المشاورات المرحله المتقدمه حتى تو ما فما حتى عرض رسمي لحتى ملاعب يعطيك صحيح انا خاطر قريب من لاعبي يحكي ممكن فما كلمات نتصور حكيت انا والرئيس بالنسبه لمرزوقي ترونسفيرابل العواضي معناها بون العواضي عنده كلوز ليبراتوار نتاعو لكن تو ما فما حتى شيء رسمي عندي رونديفو هنا وعلي تقابلت انا وياه باش نقعد انا وياه بعد شويه ان شاء الله بقدره ربي باش نقابل تيران دو طونط وعلي ان شاء الله يكون معناها بارمي ليفيكتيف تاع تونيزيا ان شاء الله الفلوس اللي طلبها حاضرين والله ماهيش مشكلة فلوس هي باش نقاو معناها تو نقاو مع تيران والله ما عندي حتى فكرة انا باش نمشي نقعد معاه بعد كان تحب تجيني بعد تو نقول لك كريم العواضي وين مش؟ مازلت في استاد ليلى مازلت في استاد يوسف بربي قبل ما نرجع للمقابله كنا نسمع في التصريحات متضاربه معناتها مسؤول يقول لك عنا اتصالات وباش نجيبه ومدرب يقول لك ما فما حتى شيء ومازال ما فما حتى شيء في نفس الجمعيه. بون ظاهره صحيه ذي لا ظاهره اللي كونه في الوقت هذا مازلنا ما نعرفوش نتعاملوا مع ما نعرفوش حتى نصرح البريود ما نعرفوش حتى شو نقولوا معناتها لازم فما خطاب برك يخرج للاعلام راهو فما انتدابات ولا ما فماش والله لا فما بعض انديه تعرف تصرف علاش معناها القرارات تخرج من لا نحكي على الحالة هذه بالطبيعة اي الحالة هذه لأن فما أشياء ماهيش واضحة بالنسبة للملعب التونسي كل واحد في واد مسؤول في واد والمدرب والملعب خاطر فما أشياء ماهيش واضحة وفما اللي يحبوا ما نقولش يغطيه ولكن فما أمور تقعد سرية حتى ما يكمل المقابلة الأخرانية وخاصة الملعب التونسي يلعب مع سي اس اس في الفترة الأخيرة نقعد في المباراة هذه سادس انتصار الملعب التونسي بعد مرور 14 جولة الانتصار هذا كان انتصار معناه أورو معناه الانتصار هذا 1-0 يجم حارس المرمى نتاع جربة هو اللي هدى الانتصار مع الأسف والفريق جربة لعب بغير مركبات لعب بصفة كلية على طول يلعب الهجوم وتغيير المدربين في جربة ما غيرش النتائج لا ما غيرش النتائج يلعبوا بأكثر راحة المقابلة هذه لأن المقابلة اللي فاتت ربحوا 1-0 هبطوا ما ناك تشوف يلعبوا خارج ميدانهم ويلعب الملعب التونسي الفريق يلعب غير حتى ضغوطات هذه تجي تكون حاجه ايجابيه من ناحيه التفكير لكن من ناحيه الوضع نتاع المناحي جربة صعيبه ياسر معناها باش انت تلعب خارج ميدانك بالطريقه هكايه وتلعب الهجوم الكلي ومع فريق اللي هو يتعدى في فتره طيبه معناها صعيبه باش تجم ترجع في وضعيه صعيبه باش الكونتور نتاعك يقعد يخدم صحيح